فعلاً يا عمري، 9 سنوات ما بيعوض عشان ساعد البابا مصروف البيت. جابونا خيوة على المخيمات، يعني ما في غير الأفاعي والعقارب ومنطقة جبلية هيك كلها صخور، يعني والعيشة مأساوية صعبة جدا جدا جدا. لا في عمل، لا في. كان أخيو ابني يا أخي الوحيد اشتغل بتجارة الغنم وبالزراعة، يهون ما ضل فيه لا زراعة، أرض كلها جبلية صخور. راحت بيع بوزة أشوا بتطالع على 200 ليرة لحد 500 ليرة ما بيكفوا، إذا حق ربطت 5000 ليرة. على كل حال الله يعطيها العافية، وطفلي السادة يعني أشكو أمري إلى الله. أدرس مثل باقي الأطفال. Thank you.